تم تكريم ميريل ستريب بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي عن مجمل أعمالها في مهنة استمرت على 3 عقود ظهرت خلالها في أكثر من 40 فيلماً. أنا سعيدة، لم يخطر على بالي أن أستمر لعشرين عاماً أخرى بعد أن أتميت 40 عاماً، فهكذا معظم الممثلات. عضو لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي جيتر كوسليك سلم الجائزة إلى ستريب وسط تصفيق حار. آخر أعمال ستريب هو السيدة الحديدية، العمل الذي تقدم فيه دور رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت تاتشر. Yes, the medicine is harsh, but the patient requires it. العمل حاليا في الصلاة الأوروبية. Cowardice. كما حضر من الولايات المتحدة الممثل والمخرج بيلي بوب ثورنتون إلى برلين لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد. العمل يشارك أيضا في مهرجان برلين. إنه شرف عظيم، يعني فقط أن أشارك في مهرجان مدهش للغاية، لذا توقعاتي أن أمضي وقتا كبيرا وآمل أن يكون رد فعل الجمهور جيدا. Daddy. جين مانسفيلدز كار، عمل عن عائلتين في عام 69 يغوص في الخصومات العائلية والأسرار وذكريات الحرب وصراع الأجيال. الممثلة الألمانية نينا هوس التي فازت في برلين بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة عام 2007 حضرت أيضا. باربرا قصة في عام 80 عن طبيبة شابة نفيت إلى مقاطعات ألمانيا الشرقية بسبب طلبها الانتقال إلى ألمانيا الغربية. Das ist Frau Dr. Wolf. Sie arbeitet ab heute hier bei uns in der Kinderchirurgie. Sie kommt aus Berlin von der Charité und hat sich entschlossen hier bei uns. Wir haben uns schon vorgestellt. Gut.